السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات فنون اللاندسكيب. يا ترى إيه هو السبب؟ كل ما أجيب شكلة جديدة من المشتل وأزرعها بعد يوم أو اتنين بيحصل لها عملية تدهور وبتدبل وبتموت. لو أنت مهتم بالموضوع تابع معانا لآخر الفيديو علشان تعرف إيه هي الاحتمالات اللي خلت الشكلة دي تتدهور وتدبل بالطريقة دي. مبدئيا في 4 احتمالات ممكن تخلي الشكلة دي تتدهور. أول احتمال وهي صدمة النقل من المشتل للبيت. تاني احتمال وهو إن يكون التربة حوالين جذور الشتلات الجديدة اتفككت. تالت احتمال وهو مياه الري اللي بنروي بيها الشتلات الجديدة. أما رابع احتمال وهو التسميد المباشر للشتلات بعد زراعتها مباشرة. طيب نيجي للاحتمال الأول وهو صدمة النقل من المشتل. طبعا احنا عارفين إن الشتلات بتبقى موجودة في المشتل يا إما داخل صوبة أو تحت مظلة. لما بنيجي ناخدها البيت بيتغير الظروف الجوية اللي حواليها من درجة حرارة، كمية الشمس اللي بتتعرض ليها، وقت الظل اللي بتتعرض ليه. طبعا احنا عارفين كلنا لما بناخد شتلة من المشتل فالشتلات بتبان انها كويسة جدا جدا. لما بناخدها البيت بتتعرض لظروف جوية مختلفة، درجة حرارة زيادة شوية او الرياح بتبقى زيادة شوية، كمية الظل اللي بتبقى على الشتلات ما بتبقاش زي ما كانت في المشتل، فبتتعرض لصدمة تغير الظروف الجوية حواليها. محتاجين طبعا ان احنا نوفر ظروف جوية مناسبة للشتلات الجديدة دي. طيب وبالنسبة للاحتمال التاني هو تفكك التربة حوالين جذور الشتلات. طبعا ده بيبقى بسبب سوء عملية النقل من المشتل للبيت. طبعا واحنا واخدين الشتلة موديينها البيت طبعا ممكن تتهز الشتلات، تتهز فالتربة حوالين الجذور بتتفكك. طبعا دي بنتغلب عليها ان احنا بنحط الشتلة او التربة بتاع الشتلة نفسها في اناء مية لمدة دقيقة او دقيقتين لحد ما الهواء اللي داخل الجذور يخرج بره التربة. طيب والاحتمال التالت وهو مياه الري. مياه الري طبعا لما تسمع مياه الري هتقول ايه، يعني ما مرويش الزرعة؟ لا طبعا ارويها، لكن ارويها بمية كويسة، مية نسبة الملوحة فيها ما تكونش مرتفعة، ارويها في وقت ما يكونش درجة الحرارة فيه مرتفعة علشان ما يأثرش على الجذور، لان الجذور بتاع الشتلات الجديدة دي بتبقى ضعيفة لسه، فيفضل الري اثناء الصباح الباكر او في المساء. الحاجة التالتة بالنسبة للري اننا ما نعطش الزرع جامد وما نرويهوش بزيادة، يعني ما نبالغش في الري وما نبالغش في التعطيش. نمشي على قاعدة لا تغريق ولا تعطيش. طيب والاحتمال الرابع لتدهور الشتلات هو التسميد. التسميد طبعا احنا عارفين كلنا ان هو مفيد جدا للشتلات، ولكن الشتلات لما تبقى جديدة لسه، مزروعة جديد لسه في الارض المستديمة، ينفعش ابدا ابدا ان احنا نحط لها اي سماد قبل شهر كامل من زراعتها. وعلى اي الاحوال اذا حصل اي من الاحتمالات اللي فاتت دي والشتلة فعلا اتدهورت ودبلت، لازم نعمل حاجة مهمة جدا واننا نقوم بتقليم بعض الفروع بتاع الشجرة، بمعنى اصح ان نقص بعض الفروع بتاع الشتلة علشان ندي فرصة للجذور انها تسترد عافيتها مرة تانية، والشتلة باذن الله ترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من سلسلة فيديوهات فنون اللاندسكيب. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد.